السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيك ان شات جي بي تي هو اللي يرد على الايميلات بتاعتك؟ اي ايميل يجي لك مجرد ان انت تدوس على الزرار هو يبدأ ان هو يجهز لك رد محترم على الايميل بتاعك. هتطلب اداة اسمها شات جي بي تي رايتر ايميل رايتر فور جيميل، هتنزل معانا هنا تمام. لاحظ ان في ادوات كتيرة خاصة بشات جي بي تي لها قوة، طبعا من اقواهم موضوع الايميل، ولو جيت هنا الريليتد هتلاقي في حاجات حلوه، في واحد متخصص للجيميل، في حاجات خاصه بالديتكت جي بي تي عشان يكتشف الجي بي تي هل الكلام ده معمول بذكاء صناعي ولا لا، في واحد متخصص بجوجل. طيب خلينا نخش على موضوع الايميلات. هنيجي هنا نشوف اي ايميل وليكن مثلا دوت تمام، هقول له ريبلاي، فلان انا وصلت بالاداه هلاقي دي جات لي جديد شات جي بي تي رايتر جنريت ايميل ريبلاي تمام. فخد الكلام اللي الراجل كتبه وبيقول لك اكتب انت بتفكر في ايه وهو هيبدا يجهز لك الرد. اي اكسبت ذس اوفر مثلا تمام، فهو هيقول لك بقى جنريت ريبلاي، فهو هيبدأ بقى يرسلك الرد اللي على الرسالة دي. يعني مجرد ان انا وافقت هو بقى كتب كل الحاجات اللي المفروض انها تتقال، بس ما تاخدش ما تردش، لازم تعمل شك على الكلام اللي هو قاله، هتقول له insert generate reply، خلاص كتب الكلام ده كله.